بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. يوم إن شاء الله عندنا فيديو جديد وهو خاص بالتلاميذ الثاني ابتدائي. اليوم غنتعرفوا على ال. اش تعني ال؟ ال وهما جوج حروف الألف واللام، تيكونوا في أول كلمة باش نجمعوا بهم الكلمة، ولكن هما فيهم تيتصنفوا الجوج. غنتعرفوا عليهم اليوم. ال تيتصنفوا في جوج اشكال، تيتقراو على جوج ديال الاشكال، غادي نتعرفوا عليهم. عندنا اليوم ان شاء الله القصه ديال الشمس والقمر. عندنا واحد النهار الشمس والقمر دابزوا باش تكون في سمياتهم بجوجهم ال. هاد ال بغات الشمس والقمر تكون عندهم في السميه ديالهم في اول. الشمس تتقول للقمر انا سميتي بغيتها تبدا بال، والقمر تيقول الشمس انا سميتي بغاتها تبدا بال. ال جات ال حارت، شفتهم تيدابزو حارت اش غادي دير اش غادي دير. قلت لهم صافي انا لقيت لكم الحل. اشنا هو هاد الحل؟ سولت الحروف اللي كانوا دايرين تيتفرجوا على الشمس والقمر، هما تيدابزوا، ها هما الحروف كانوا واقفين وتيتفرجوا على الشمس والقمر تيدابزوا على ال. قلت لهم شنو رايكم بان القمر يكون عنده في اول كلمه ديالو ال والشمس تكون عندها ال؟ الحروف قالوا لها كيفاش ما فهمناش، ولكن غادي يتخربقوا التلاميذ ما غيعرفوا فينا هو الشمس وفينا القمر، حنا بجوجنا تنبداو بال. قلت ليهم القمر غيكون عنده ال، تتقرا الالف واللام، تيتنطق حتى اللام لان فوق السكون. الشمس لا، الشمس غادي نديرو لها بما انها الشمس وتتكون سخونه وما تيقدروش التلاميذ والناس يشوفوا فيها، غادي نديروا لها النظارات. قالوا لها الحروف بحال اش ديروا لها النظارات؟ قالت لهم غيكون في الشمس تنطقوا غير ا، ما تنطقوش اللام، تنقراو غير ا ولا ما تنطقوش ما تنشكلوش. ويكون اول حرف عندنا في الشمس وهو يكون عنده نظارات. شنو هما هاد النظارات؟ وهي الشده. هاي اول حرف هنا غيكون في اول ال في الشمسيه غنديروا له النظارات، وهاد النظارات هما الشده. قالوا لها بحالاش ورينا، غادي نوريكم بحالاش. مثلا عندنا كلمه فيها هنا الولد، بحالاش الولد غادي نتصنتو واش قريناها بالشمسيه ولا القمريه. قلنا الولد معنى نطقنا اللام، قلنا الولد الولد تنطقو اللام، عفوا الولد ال. واش هي غادي نصنفوها في الشمسيه ولا القمريه؟ بما ان قريناها ال غنطقوها في القمريه الولد، هي القمريه. غادي نشوفوا كلمه اخرى عندنا الرجل ا، ولكن ما نطقناش اللام. علاش؟ لانها شمسيه غادي ندير لها النظارات هنا وهي الشده. الرجل ما يمكنش نقولوا الرجل الرجل، لا ما جاتناش في لساننا. الرجل ها هما النظارات وهي الشده، اذا هذه شمسيه غادي نديروها شمسيه. الرجل الولد القمريه. غادي نشوفوا كلمه اخرى البنت، ال بنت قرينا ال، اذا منين نطقنا ال وكتبناها معنى راه هي
القمرية. البنت، البنت. غادي نشوفوا كلمة أخرى. الكتب، الكتب. نطقنا اللام وكتبناها، شنو غنصنفوها؟ الشمسية ولا القمرية؟ حسن، طبيعة الحال في القمرية لأن عندها ال. الكتب. هنا الدب. واش نطقنا اللام ولا ما نطقناهاش؟ نطقناها؟ لا، قلنا الدب. في الشمسية تنقراو الالف ونمشيو للحرف اللي تبعو باش نديرو له الشدة وهي النظار. الدب. هادي واش شمسية ولا قمرية؟ طبيعة الحال شمسية. الدب لأن عندها النظارة وهو الشدة الحرف الأول. المعلم، نطقنا اللام ال نطقناه المعلم. إذا شنو غتصنف هذه؟ شمسية ولا قمرية؟ حسن جدا، قمرية. المعلم. هنا كلمة أخرى. الدفتر، الدفتر. انتبهوا نشوفوا واش نطقنا اللام ولا ما نطقناهاش. الدفتر، الدفتر. طبيعة الحال ما نطقناش اللام لأنها شمسية، الشمسية. الدفتر. غادي نديروها شمسية. الدفتر. غادي نمشيو لكلمة أخرى. الكلب، الكلب. ال نطقناها كتبناها، إذا هي قمرية. الكلب. شو كلمة أخرى؟ الطفل، نطقنا اللام ولا ما نطقناهاش؟ الطفل. ما نطقناش اللام، إذا هي شمسية. الطفل، ها هي النظارة ديالها وهي الشدة. الطفل. وهكا صرخوا الحروف وقالوا لها صافي دابا رحنا فهمنا كيفاش نعيطوا الشمسية والقمر. كيفاش نقولوا ليهم الشمسية ما ننطقوش اللام ونديروا لها النظارة في الحرف الأول، والقمر ننطقوا اللام والألف. هكا فهموا الحروف وعرفوا راسهم أي حرف تيجي من بعد الشمسية ضروري يدير النظارة، ضروري يدير النظارة ديال الشمس باش ما يضروش عويناتو من الأشعة ديال الشمس. تنتمنى حتى نتوما تكونوا فهمتوا الدرس ديال الشمسية والقمرية، وما تنساوش دعمونا بلي لايك ولي زابوني، شاركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.